السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء جديد يجمعنا بكم في هذا البرنامج الأسبوعي عدن في أسبوع، لنجمع أهم المواضيع والقضايا في تقارير مصورة، لنعرف أكثر عن كل حدث يدور حولنا. فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء. دور ريادي في دعم الاستقرار، عودة مصافي عدن للعمل. صفعة في وجوه الخونة، مدارس عدن تستأنف العام الدراسي الجديد. أعظم انتصارات في عدن، السيطرة على باب المندب من قبل المقاومة الشعبية والجيش الوطني. أهلا بكم مجددا. مصفاة عدن، القلب النابض بالحياة لعدن وما حولها. عودة العمل فيها أعاد الشعور بالاستقرار المعيشي في شوارع الثغر الباسم، وخير المصفاة سيعم المحافظات المحررة قريبا. أعادت هذه الشعلة الأمل لأبناء محافظة عدن لإنهاء أزمة الوقود، هكذا بدا المشهد في داخل المصفاة الرئيسية، ليتمكن العاملون في شركة مصافي عدن بيبي من تشغيل المصفاة لأشهر من توقفها. بدأت المعدات في المصفاة تدور من جديد بقدرة تشغيلية تصل إلى 20,000 برميل في اليوم الواحد. تمكنت الشركة من إصلاح الأنابيب التي تنقل الوقود الخام إلى المصفاة بعد أن دمرها قصف ميليشيات الحوثي وصالح خلال المعارك. مظاهر أزمة الوقود بدأت تختفي من شوارع عدن بعد ساعات من تشغيل المصفاة. إنهاء أزمة الوقود في عدن سيساهم بشكل كبير من تخفيف معاناة السكان وعودة الحياة إلى طبيعتها. معاناة مع المرض، معاناة مع الألم، ألم الإصابات. لا يعلم هؤلاء إلى أي سبيل لتخفيف معاناتهم، خصوصا بعد توقف مستشفى الجمهورية التعليمية في عدن عن تقديم خدماته الجليلة للمواطن. بصمة الهلال الأحمر الإماراتي كان لها الدور الريادي في ترميم وصيانة هذا الصرح الطبي. المزيد في التقرير التالي. عادت الحياة إلى عدن وستعود أفضل مما كانت عليه. قام نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح بتدشين أعمال صيانة وترميم مستشفى الجمهورية العام بمنطقة خور مكسر بعدن. فارق زمني يشهد تسابقا في أنحاء هذا المكان، وعمل دؤوب من أجل بيئة صحية سليمة وخدمة طبية متكاملة ينتظرها المواطن البسيط أيما انتظار. ما بين 1954 و2015 سنوات مضت حملت في طياتها ازدهارا تأسيسيا وترديا في أعوامها الأخيرة. الجميع في هذا المكان لن ينسى جهود الأشقاء في دول الخليج، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. فهنا بصمة الخير من أجل وطن حلم به الجميع ذات يوم. تتلاشى المعاناة شيئا فشيئا،
فمركز غسل الكلى شهد أصعب فتراته أيام الحرب الهمجية التي شنتها ميليشيات الحوثي وصالح، وها هو يعود اليوم ببسمة أمل مرتسمة على وجوه المرضى. على مسافة غير بعيدة وقف نائب الرئيس مختتما زيارته بقراءة الفاتحة على من قبروا في كلية الطب وهم يدافعون عن وطنهم من الميليشيات المسلحة. ستة أشهر من التوقف عن التحصيل العلمي دفع بأبناء عدن الصغار بمتابعة آخر الأخبار، أخبار وزارة التربية والتعليم، فكان قرار الوزارة بفتح المدارس دليل واضح لعودة الحياة إلى طبيعتها في عدن. نتابع. عودة الحياة الطبيعية إلى المحافظات المحررة ظهر جليا في بدء العام الدراسي متمثلا باتجاه عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات في مختلف المديريات والمدن إلى مدارسهم بعد طول انتظار ونفاذ صبر الأبناء، وهم ينتظرون طوال ستة أشهر وأبوابها مغلقة. فكان من الضروري لتطبيع الحياة في المحافظات المحررة توفير خدمة التعليم لأبناء هذه المحافظات. فقد زار نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء الأخ خالد بحاح وغيره من الوزراء مدارس المحافظة التي دشن فيها العام الدراسي 2015-2016، وحضر الطابور الصباحي مع أبنائه الطلاب في أكثر المديريات تخريبا، المديرية التي عانت من الحرب الهمجية لأشهر عدة. هناك بعض مناطق فيها احتراب، ومن أجل أمن وسلامة طلاب أبنائنا سوف تتأجل في بعض هذه المحافظات، ولكن المحافظات الآمنة التي تم تحريرها نتمنى عودة المدارس في هذا اليوم لكافة المدارس في الجمهورية ما عدا المناطق التي ليست آمنة، فهي رسالة هذه فقط نموذجية من عدن. وقد تكفلت دولة الإمارات العربية المتحدة مشكورة بتأهيل مدارس عدن وترميمها كي تظهر بشكل يبعث السرور لأبنائنا بعد معاناتهم النفسية خلال الحرب. رغم أنه تغير موعد افتتاح العام الدراسي أكثر من مرة، يعني تأجل، معناته الأطفال حابين هم يقول مدرسة. الحمد لله إحنا كلنا أمل إحنا نبدأ عام دراسي جديد رغم الألم الذي عشناه، لكن بالإرادة نقدر نتخطى كل الصعاب. الحرب كانت مأساة كبيرة لنا، وكانت أخص في حياتنا عشنا، لكن الحمد لله لقد مرت علينا أحسن الحال. فكانت الدعوة لأهالي الطلاب بإرسال أبنائهم لكراسي العلم والاجتهاد لما يمثله ذلك من انتصار لأبناء هذه المحافظة على أعدائها، ولتوجيه رسالتهم أننا ماضون في عودة الحياة إلى عدن، ولن يثني أهالي عدن كل ما يسعى له المخربون والمغرضون في بث الروح الانهزامية لأبناء هذه المدينة المسالمة دوما. مأرب الحضارة والتاريخ يشهد بذلك العالم كله. بعد سيطرة الانقلابيين على صرواح وسد مأرب قاموا بزرع الألغام حولها كي ينهوا بذلك كل أثر للحياة، لكن المقاومة وبمساندة التحالف استطاعت أن تحرز النصر وتزيل كل معالم الحقد المزروع هناك. المزيد. سد مأرب التاريخي معجزة اليمن في الألفية الأولى قبل الميلاد شكل نواة الحضارة السبائية لليمن القديم، أقيم على وادي أذن أعظم أودية اليمن بين جبلي البلق الشمالي والبلق الأوسط. يبعد سد مأرب عن عاصمة المحافظة بنحو 15 كيلومتر، اتخذ شكله النهائي والكامل بمرافقه ومصارفه في القرن الخامس قبل الميلاد. تهدم السد بفعل سيل العرم الذي ذكر بالقرآن الكريم، فانتهت كل الحضارة اليمنية التي أقيمت بوجود هذا السد. أعيد بناء سد مأرب بشكل الحديث في إبريل من عام 82-900 ألف للميلاد بتمويل من الشيخ زايد بن سلطان النهيان رحمه الله كمرحلة أولى، ثم استكمل البناء في عام 2002.
هذا الصرح العملاق لم يسلم من عبث الانقلابيين من ميليشيات صالح والحوثي، فهدموا القديم منه وزرعوا الألغام فيه وفي محيطه، ولم يكتفوا بقتل الأبرياء بل سعوا لزرع الألغام لقتل الحياة وإعاقتها، لكن المقاومة والجيش الوطني وقوات التحالف أبوا إلا أن يحرروه، فأخرجوهم فارين كالفئران ليعيدوا سد مأرب لأهله، ويعيد اليمنيون حضارتهم من أرض سبأ. لحظات من الكر والفر للمقاومة الشعبية في مأرب، وبإصرار كان النصر حليفهم كالمعتاد وبمساندة التحالف، ففر الانقلابيون كفئران مذعورة عابثة بحق غيرها، فارتفع علم اليمن ودول التحالف شامخا على سد مأرب العظيم. في مأرب رمز المجد السبائي وأرض الجنتين ومهد الانتصارات، ها هي قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مسنودين بقوات التحالف العربي تعانق انتصاراتها انتصارات باب المندب وجزيرة ميون، ليكون إذانا بالنهاية الحتمية لقوات الباطل المتمردة التي حاولت الانقلاب على شرعية الدولة والثقافة والتاريخ. اليوم تتطهر مأرب من رجس التمرد الحوثي العفاشي، وتشهد تبابها ووهادها وقراها انتصارات قوى الشرعية، وتسلم مأرب القديمة وديرة الأشراف كآخر معاقل الحوثيين المتمردين فيها، لتتواصل المسيرة من باب المندب وميون وذباب صوب المخاء، ولتنتصر تعز ويتحقق لها الانعتاق من عدوان همجي لم يراعي إلا ولا ذمة، وليتحقق انتصار الحق كسنة من سنن الله في انكسار الباطل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. اليوم وجيوش الفتح تقرع أبواب صنعاء، يستمر المتمردون في غيهم، وليطمس الله على أعينهم فلا يرون أي يد تمتد إليهم في محاولة لإنقاذ ما تبقى منهم، وليصلوا إلى نهايتهم المحتومة ويدفعون جراء ما اقترفت أيديهم من جرائم وخطايا في حق أبناء الشعب اليمني. وستشرق شمس اليمن الجديد متوجة بسنى تلك الأرواح الطاهرة التي افتدت ثراها في تعز وعدن ولحق وأبين ومأرب والبيضاء وكل ساحة من ثرى أرضنا الطيبة، وليبوء المعتدون الخاسرون بالخزي والخسران، وتلاحقهم لعنات التاريخ أينما ذكروا. فقدان، ألم، قهر، حياة يصبح ويمسي عليها أبناء الحالمة تعز، هم من علت أصواتهم لتغيير النظام ورموز الفساد في دولة المخلوع، وكان على رأسهم صالح ومن معهم، استمرت مطالبهم بسلمية إلى آخر لحظة. مر من هنا الحوثة وعصابات المخلوع، ومع مرورهم دمروا كل شيء. المسيرة التدميرية مرت من هنا تحمل معها من الحقد ما يكفي لتدمير الكون، فرحلوا الساكنين إلى البرزخ بعد أن دمروا البيوت عليهم. حتى مركز الأورام السرطانية هذا لم يسلم من قربهم، ضرب بالدبابات والهوزر والمدفعية. قصف عشوائي على الأحياء، هدم ويتم، وعبث بالأموال والممتلكات بلا رحمة.
الأضرار أمام الشعب وأمام الكاميرات، عدسة الكاميرات تمام أمام كل الحوض محرم، دمروا ونهبوا. مسيرة بلا هدف ولا مشروع ولا مشروعية سوى الانتقام خدمة لضغائن مدفونة في صدورهم وأطماع خارجية وحسب. أهلكوا بيوتنا وشردوا عيالنا والمزارع حقنا، كان يضربوا لداخل الهوان. كل ضحية هنا لا يعرف لماذا يقتل ولا لماذا يهدم منزله ولا لماذا يشرد من بيته. الساعة 10 بالليل مخزن أنا وجهالي، ما عدريت إلا بالقذيفة جات دقت البيت بكاملها وشلت الجهال الموجودين داخل البيت. عندي سبع بنات عندهن عليا صاروخ كاتي شواقي من قبل من عند من جهات الحوبان جماعة عفاش والحوثي. ما ذنب هذا العائلة؟ راحت سبع من النساء، ثلاث عاد ما بين الحياة والموت، ايش ذنب أسرة بريئة في هذا الحرب؟ ضرب عشوائي شيء واضح وأماكن حصلت، بيضرب لك ضرب عشوائي، ما ذنب الأبرياء؟ لم يرتكب ذنبا سوى أنه منتعز، فهي تهمة تكفي لأن يكون هو وعائلته طعما لآلة الحرب المجنونة ولعصابة مرخص لها بالقتل إلى أن يستقيم ميزان الله على الأرض أو ينصب يوم العرض ولا مناص. والله مهما طغوا بغوا لابد انهم يداسوا تحت الاقدام ان شاء الله ويومهم قريب باذن الله. كقصر امطال والله ما لن ينتصر الظلم بل الحق سوف ينتصر. الشعور بالانتصار كان هو المسيطر على المشاعر التي تدور في نفس أبناء عدن منذ 27 من شهر رمضان، عيد خروج كل الخونة من عدن. ولكن الشعور بالانتصار في السيطرة على باب المندب كانت فرحته أشد وأكبر. بهذا الانتصار نرى بداية النهاية لعفاش وميليشيات الحوثي العميل. تكمن أهمية مضيق باب المندب في أنه يربط بين ممرين هامين أولهما البحر الأحمر من جهة وخليج عدن من جهة أخرى، فيمر من خلاله نحو 25 ألف سفينة تمثل نحو 7% من الملاحة العالمية. وقد ازدادت أهمية المضيق في الأعوام الماضية مع ازدياد أهمية النفط في الخليج العربي التي تزود قطاع الطاقة العالمي بالنفط الخام، إذ تقدر عدد السفن والناقلات العملاقة العابرة في الاتجاهين بنحو 57 قطعة يوميا تنقل نحو 3,800,000 برميل نفط ومشتقاته يوميا إلى أوروبا وأمريكا وآسيا، ما يجعل من المضيق رابع أكبر مسارات النفط ازدحاما في العالم. ويبلغ عرض المضيق ب30 كيلومتر بدءا من رأس المنهال في اليمن وصولا إلى رأس سيان في جيبوتي. ولليمن أفضلية استراتيجية في باب المندب لامتلاكها جزيرة ميون في باب المندب، وقد سيطر الانقلابيون على هذا الموقع لأيام معدودة، ولكن سرعان ما عاد إلى يد المقاومة والحكومة اليمنية ويعود مضيق باب المندب إلى محافظة عدن حتى فترة قريبة قبل التقسيم الإداري الجديد الذي أقره المخلوع صالح. واليوم هزيمة الانقلابيين في هذه المنطقة أعطى للحكومة الضوء الأخضر لتأمين الخطوط الملاحية الدولية وحركة التجارة العالمية وتأمين المنطقة من الخونة الحاقدين، مما يعزز سرعة استعادة المناطق الساحلية التي تقع على البحر الأحمر كالحديدة، ثم الاتجاه نحو تحرير تعز وإب وذمار وصولا إلى صنعاء.
الفيديوهات التي وردت إلينا في فقرة كما ورد هذا الفيديو لمجموعة من الشباب الواعي المثقف والتي لا تمر عليه عابرة إلا وأخذ منها الدروس للحياة، فما بالكم بحرب حاقدة على كل جميل وكل محب لوطنه ودينه وأهله؟ ماذا تعلم شبابنا من هذه الحرب؟ نتابعهم. علمتنا الحرب أن التغني بالوطن شيء والتضحية لأجله شيء آخر. علمتنا الحرب بأن لا نقلل من قيمة شبابنا مهما بلغت سلبياتهم، فبداخلهم خير يملأ الدنيا وما فيها. علمتنا الحرب أن قلة تواصلنا مع الله سبحانه وتعالى في الرحى انزل الله علينا البلاء، يجب أن نذكر الله كما ينبغي. علمتنا الحرب أن ثمن حريتنا هو دماء شهدائنا. علمتنا الحرب أن نكون يد واحدة متسامحين ونسأل عن بعض. علمتنا الحرب أن للساكتين أفعالا كثيرة، واللي يبلبلوا كثير بنشوفهم شوخت الحاجة. علمتنا الحرب أنه سعادة بعض الناس قائمة على تعاسة ناس آخرين. علمتنا الحرب أن الأمان من أفضل النعم، وقد اشتقنا إليه، قد اشتقنا إليه. في الختام هذا ما علمتنا الحرب، شاركونا آراءكم وأفكاركم على هاشتاج علمتنا الحرب. مسك ختام مشوارنا صور مختارة نعيش فيها مع وطن جميل وغال على نفوسنا مهما حدث له. لنتابع. We'll be right back.
وصلنا إلى نهاية المشوار. دائما نتمنى أن نلقاكم نهاية الأسبوع أيها الأعزاء في برنامجكم عدا في أسبوع. نقول لكم من فاته متابعة الحلقة تابعونا على موقع القناة وموقع البرنامج على الفيسبوك، وننتظر منكم المزيد من الفيديوهات. دمتم دائما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We'll be right back.